عايز تتكلم على الخريطه الحاليه. لما نجيب الهيت ماب بقى بتاع سالم الدوسري هلاقي انه الحاله اللي احمد قال اتكلم عليها دي اللي هي الحاله الغالبه على اداء سالم الدوسري عموما في الدوري السعودي او حتى مع المنتخب السعودي في ماتش تشيلسي ما عملهاش غير مره واحده، لان الهيت ماب بتاعته لو نجيبها على السكرين، الهيت ماب بتاعت سالم الدوسري طول الوقت كان بيشتغل على اللاين. ليه كان بيشتغل على اللاين على الرغم ان هو كل امكانياته ان هو يشتغل انسايد او يشتغل في العمق، كل امكانيات ده كانه لا ده كانه عايز الهيت ماب بتاعت سالم الدوسري اهو، دي الهيت ماب بتاعته يا كابتن. بص موجود فين طول الوقت على اللاين، دخوله العمق كان قليل جدا على الرغم ان دي عكس طبيعه سالم الدوسري وعكس اللي كان اللي دايما بيعمله مع المنتخب السعودي، دايما موجود على اللاين، دايما بيشتغل على الخط. ليه؟ عشان يعمل ستريتشنج هنا فالمدافعين يتسحبوا معاه ناحيه اليمين ويفضي لموسى ماريجا انه يخش مهاجم تاني ويعمل الخلخله، يخش موسى ماريجا مع ايجالو بقوا دايما 2-2. ده اللي كان بيحاول يعمله ليونارد جاردين مع تشيلسي، طبعا ما اتعملتش كتير، ما اتعملتش غير مرتين بس في المباراه، لكن سالم الدوسري طبيعته وطريقه لعبه حتى في مباراه الجزيره انه بيدخل انسايد، لكن ده في مباراه تشيلسي كان استثناء ان هو كان بيشتغل على اللاين عشان يعمل ده. فدي واحده من التاكتكس اللي بيحاول يعملها ليونارد جاردين ان هو يسحب الفرقه، ما يعتمدش بس على ال1 في 1 بتاعه سالم الدوسري، لكن ان هو يشتغل يسحب الفرقه كلها ناحيه اليمين ويعمل خلخله يفضي لموسى ماريجا، لان موسى ماريجا في الاساس هو راس حرب مش جناح. موسى ماريجا لما بيدخل انسايد، موسى ماريجا لما بيدخل انسايد بص فين يا كابتن؟ صح كده، بيخش هنا ليه؟ عشان هو بيستغل وجود بالك. دي نفس الفكره اللي انا كنت بتكلم عنها بالنسبه لاحمد عبد القادر وطاهر محمد طاهر، هما الترحيل. نعم الترحيل كراس حربه تاني كده. انا نفسي يعني انا نفسي اشوفهم كده، هو رقم 9 ده مثلا ايجالو مثلا ده يبقى محمد شريف، ورقم 17 ماريجا ده طاهر. يبقى طاهر انت فاهم؟ انا قصدي ان انا اخش العب راس حربه، العب راس حربه، خصوصا ان طاهر الفتره اللي فاتت كان بيلعب راس حربه اوريدي الماتشين اللي فاتوا. وعشان اقدر استغل المساحات اللي انت شرحتها يا كابتن على السكرين كده. انا هستغلها ان انا هعمل كروسات، فانا كروسات بدون فعاليه هجوميه او تواجد هجومي ملاش لازم، فلازم طاهر يكمل مع محمد شريف على الاقل يبقى عندي 2، ويكمل دايما هنا في المنطقه بتاعه زون فورتونا اللي هي على 18 دي، يكمل عمرو السوليه دايما عشان ياخد السكند بول. مهم جدا ان احنا ما نفقدش السكند بول. طب انا عندي سؤال، معلش، السيناريو المتوقع بقى ان شاء الله يوم السبت، هل نفس الفكره هنا اللي يعني اللي هيعملها مع او عملها مع تشيلسي هيعملها معانا، ولا تفتكر ان هو هيرجع للسيناريو القديم بتاعه التاكتيك القديم بتاعه؟ حسب بدايه المباراه سالم الدوسري، بتتكلم على سالم الدوسري، حسب سيناريو المباراه ومين اللي هيلعب ناحيته. لو هو حاول يشتغل من العمق ولعب ناحيته محمد عبد المنعم ولقى ان الدنيا مقفوله في العمق، هيرجع تاني يشتغل على اللاين، لكن هو فطرته وطريقه لعبه انه بيشتغل بالحاله اللي كان جايبها احمد، اللي هو بيشتغل انسايد ويحاول انه يشتغل ويسحب اللعيبه وان هو يخش يعمل سواء يصوب او يعمل الباس. بعد كده هيلعب السيناريوهين، المتوقع ان هو يبقى عنده السيناريو ده وده ويبقى الاثنين جاهزين. طبعا تمام. تعالى نتفرج بقى على بروفايل كينو. كينو ده واحد من احسن اللعيبه الارتكاز البوكس تو بوكس اللي بتكمل دايما. بص بيشوط منين؟ قدام تشيلسي من 24 متر، بيشوط كويس قوي، من احسن اللعيبه اللي بتشوط. حذاري، لازم نخلي بالنا من تسديدات كينو، لازم السوليه وديانج وحمدي فتحي وعبد القادر وطاهر او الشحات اي حد هيبدا في الحته دي. بص هنا برده بيكمل جوه ال 18 ازاي، اللي فاتت شفنا تسديده هو اللي عليه السبوت ده كينو. بص هنا ماتيوس بيريرا بيقرب منه، بيتحرك مزبوط في المساحة الفاضية، كأنه بيقطع. ده لعيب يا جماعة ارتكاز، يعني زي السلية بالظبط، هو مركز السلية. كأنه بيكمل جوه المنطقة، عشان كده بقول ان الطريقة بتتحول من 4-2-3-1 ل 4-1-4-1. ازاي؟ بزيادة كأنه كمهاجم كمان خامس معاهم زي ما احنا شايفين، على 10 على 10 عليه الزيادة هايلة. بص بيعمل العرضية ليجالو، جاب هدف جون في الجزيرة الإماراتي، دي كانت في أول مباراة قدامهم في كأس العالم للأندية. فلازم نخلي بالنا من كأنه تحديدا. ليه؟ لأنه ما بيبقاش متراقب. يعني هنا كنه برضو كان ساهم في الثلاث اهداف في مباراه الجزيره. هنا قطع الكره الثانيه، يعني احنا جايبين دوره هو بيسدد، دوره هو بيكمل جوه المنطقه، دوره في استعاده الكره الثانيه. نعم. الحاجه الرابعه دوره في الضربات الركنيه، مين اللي هيمسك كنه يعني هنا في الضربات الركنيه بتاعتهم؟ كنه بيبقى واقف، هم بيبقوا عاملين طريقه الحصان، بعدين كنه بيقوم قاطع القريبه اللي هو اللعيب رقم 28 هتتلعب له، بيلعب بيعملها بالهيد هايله. اذا كنه بيعمل اربع حاجات، لعيب ارتكاز نموذجي، بيكمل جوه ال 18، بيشوط من بره، بيستعيد لك الكره الثانيه بطريقه كويسه جدا. الحاجه اللي بعد كده بيسجل كمان من الضربات الركنيه من خلال الراس عن طريق حركه الحصان اللي بيعملوها، ان هو بيبقى واقف بره وبيخش جوه المنطقه، لان هو طويل القامه كمان. فكنه عنده كل مميزات لعيب الارتكاز العصري. حذاري منه ليه؟ لان انت بتبقى عينك على ماريجا، عينك على سالم الدوسري، عينك على ايجالو، عينك على بريرا، لكن اللي بيبقى جاي من ورا انت مش واخد بالك منه. عشان كده لازم نخلي بالنا من كنه، لانه لاعب منتخب السعوديه. طبعا هنتكلم برضو على الهيت ماب او الخريطه الحراريه بتاعت كنه. كنه في مباراه تشيلسي كان
سايب بقى الناحيه الشمال خالص وسايب الدور وكان بيرحل جوستافو جويلار بيلعب تحت لعيب مركز 6 بس مرحل ناحيه الشمال، هو بيلعب دياجونال بيلعب قطري عليه طول الوقت، كان بيتواجد ناحيه اليمين عشان يشتغل يسند مين؟ يسند موسى مارجا. موسى مارجا بيدخل دايما في العمق عشان لما بيستلم هو دايما لما بيعمل الكنترول والهولد ويقف عشان يستلم الكوره بيسند على محمد كنو، فطول الوقت هتلاقي الهيت ماب بتاعته بص يا كابتن موجود فين، طول الوقت موجود ناحيه اليمين، بيروح ناحيه اليمين عشان يشتغل في المنطقه دي. ليه بيروح ناحيه اليمين؟ لانه لقى ليوناردو جارديم مع الوقت ان محمد البريك عنده مشاكل دفاعيه كارثيه، فكان بيخليه يثبت هنا ما يطلعش قدر الامكان، فلازم لعيب يعمل السبورت لموسى ماريجا في المنطقه دي. مين اللي كان بيروح يعمل معاه السبورت ده؟ محمد كينو عشان يسنده هنا في المنطقه دي عشان بعد كده يرحل هنا. هنا في اللقطه دي، دي كانت في الدوري السعودي، بنتكلم على محمد كينو موجود فين؟ في مركز الجناح، لكن مش ده اللي بيحصل، مش ده اللي هيعمله محمد كينو قدام النادي الاهلي. محمد كينو هينزل تحت هنا بيشتغل المكان اللي موجود فيه الحكم ده بالظبط علشان يقدر يعمل سبورت لموسى ماريجا اللي طالع عليه ويعملوا الدبل اب اذا امكن. لو حصل عندنا تاخر في الارتداد هتبقى مشكله كبيره جدا، لانه محمد البريك انا متوقع ان ليوناردو جارديم لانه مدرب اسلوب دفاعي هيحذر ياسر الشهراني في الباك ليفت ومحمد البريك ان هم يزيدوا بشكل كبير ويعتمد على الخماسي الامامي قدر الامكان، مش هيطلع ولو طلع واحد من الظاهرين الثاني هيثبت قدر الامكان عشان يقفل الناحيه بتاعته ويعملوا الترحيل الدفاعي بدل ما يبقى فيه اثنين بس في الاثنين السنتر باكس سواء البليهي او يانكسو، لا يرجع معاهم لعيب ثالث فيبقوا ثلاثه في الحاله الدفاعيه على اسوء الفروض. ماتيوس بريرا بقى ده اكتر لاعب قلنا ان هو اغلى لاعب في القيمه التسويقيه، اكتر لاعب بيصنع فرص، تعال نتفرج عليه وده لازم تتم رقابته لان هو بيصنع 4.5 فرصه معدله كده، يعني كل ماتش بيعدي الاربع فرص لزمايله. ده اللي معاه الكوره بريرا، طبعا بيضرب لعيبه تشيلسي بتمريره لماريجا اللي بيتحرك دايما داخل للعمق اهو ماريجا بتمريره واحده بتضرب دفاع تشيلسي. فبريرا اللاعب البرازيلي اكتر لاعب بيصنع فرص في الفرقه دي، عشان كده لازم نخلي بالنا من تحركاته في الزون 14، هو مميز جدا بتحركاته في الزون 14 وبيروح دايما ناحيه اليمين يعمل مثلث. ارجع كده بالصوره اللي قبلها بس يا استاذ سمير، ارجع بالصوره اللي قبلها ثانيه واحده، هنا هنا بريرا عامل مثلث ناحيه اليمين مع الباك رايت ومع موسى ماريجا، يعني لو عملنا هنا هتلاقي نفس الاسبوطه 1 2 3، هنا بيروح عشان يعمل الزياده طريقه المثلثات بريرا بيجمع نفسه دايما عشان يجمع اللعب هنا وبيجمع اللعب هنا ومميز جدا بصناعه الفرص. فتخلي بالك من تحركات بريرا برضو واحد من اللعيبه المميزه اللي واحد من اهم اللاعبين الحقيقه. الناحيه الهجوميه اذا لو بصينا بشكل عام هنلاقي الناحيه الهجوميه عند فريق نادي الهلال السعودي. خلي بال حضراتكم احنا لما بنشوف كده لان الناس بعتلي بتقول لي يعني طبعا فريق جيد وفريق كل حاجه، ولكن في نفس الوقت عنده مشاكل دفاعيه واضحه جدا زي ما جمال وثابت قالوا. لو عندكم الحاجات الدفاعيه نعم في نقاط ضعف عندهم الحالات الدفاعيه المشاكل الدفاعيه اول حاجه تعالى نتفرج على المشاكل الدفاعيه عندهم المساحات. الباك ليفت ياسر الشهراني واحد من الناس المميزه جدا هجوميا لكن على المستوى الدفاعي بصراحه عنده مشاكل فيها. يعني بص هدف تشيلسي عرضيه من الجناح بتاع تشيلسي لوكاكو واقف فاضي، بص كام واحد بقى واقف فاضي هنا ثلاثة. هنا عندهم مشاكل في الرقابه الدفاعيه واضحه جدا، عشان كده بنقول ان هم دفاعهم على المستوى الهجومي اقوياء جدا ولكن على المستوى الدفاع عندهم مشاكل تقدر ان انت تستغلها من خلال الهجمات المرتده ومن خلال برضو العرضيات من خلال معلول ومن خلال محمد هاني. زي ما احنا شايفين ادي ياسر الشهراني بيصلحها لوكاكو وبتيجي هدف. تعالى برضو نشوف حاله ثانيه نفس اللعبه يا كابتن اسلام اللي حضرتك كنت بتتكلم عليها. معلش يا احمد رجع الصوره اللي فاتت دي بتاع الجول. رجع الصوره ثانيه واحده بس طيب ماشي. بص يا كابتن اللقطه اللي انت بتتكلم عليها بتاعه الترحيل، بص الراجل ده مرحل فين وسايب مين وراه؟ لا طبعا لازم خطوتين ثلاثه ورا مرحل الراجل مرحل داخل جوه قوي ورغم انه مرحل هو اللي غلط هو اللي استلم غلط عارف هو غلط عشان هو مرحل غلط لانه واقف في البوزيشن غلط فهو مش عارف المكان ده مكان السنتر باك هو واقف فيه غلط فما عرفش يستلم ولا عرف يطلعها فساب السبيس وراه اللي حضرتك كنت بتتكلم عليها السبيس اللي وراه شارع هي حتى لو عدت منه الراجل اللي وراه فاضي جون او يعني هتبقى خطر. اللعبه اللي جايه دي بقى مهمه جدا دي ان شاء الله اخر لعبه معانا اللي جايه دي ولا لسه عندك حاجات دي ماشي دي سلاح الفوز يا كابتن اسلام ان شاء الله المساحات الموجوده في ده الدفاع العالي يا جماعه سهل جدا ان انت تضربه. شايف قد ايه يا كابتن اسلام ادي الدفاع العالي جون الجزيره الاماراتي بالذات ناحيه الشمال ناحيه المساحه اللي ورا الباك ليفت دي مهمه جدا يتحرك فيها طاهر محمد طاهر او عبد القادر او الشحات او اي حد هيلعب. بص المساحه قد ايه فاضيه جدا هات الصوره اللي بعدها بص الكره اتلعبت ازاي في الدفاع العالي ده اللي انا بتكلم فيه ده سلاح الفوز. انت لو جبتهم في مناطقك هاتهم خليهم يلعبوا الكره عادي خالص وانت ضربهم في ظهرهم اهو بص قد ايه يا كابتن اسلام المساحه اللي حضرتك اتكلمت عليها تغطيه برضه تغطيه الحقيقه سيئه جدا تغطيه سيئه جدا بص المساحه اللي هي ورا ايه
هنا وهنا هنا وهنا كمان وهنا الراجل في السنتر. التغطيه العكسيه مفيش يعني العرضيه ملعوبه كره عرضيه ملعوبه مفيش يعني ما كره عرضيه بنفس الشكل ده مفيش الناحيه الثانيه اتلعبت هات الصوره اللي بعدها هتلاقي المهاجم بيسجل ودفاع الهلال عنده مشاكل كتير سواء في المساحات اللي ورا الظاهرين او في الرقابه المدافع الكوري ده انا بشوفه بطيء قوي يعني لما بتفرج على ماتشات للهلال بلاحظ ان المدافع بص المهاجم واقف لوحده قدام وبيسجل معلش يا دكتور ثابت مش معنى ان هم عندهم مشكله في الدفاع ده يدينا يعني الافضليه ان احنا ممكن نهاجم من الدقائق الاولى بدل ما زي ما قلت ان احنا لا بالعكس ندافع وبعد كده الشوط الثاني ممكن نهاجم لا. يعني ممكن انت تخلص المباراه في البدايه طالما عارف نقاط الضعف في الفريق الثاني بشكل هي كبير هي نقاط الضعف فين في المساحات الموجوده ورا المدافعين اللي هو الدفاع العالي فانا اعمل ايه اخليه يجيلي تعال انت هاجم وسيطر واستحوذ وكل ما انا بطول الماتش كل ما اكون احسن اللياقه البدنيه تقع او مضربه بتمريره طوليه تمام هو حاسس بهجمه مرتده هو حاسس كهلال ان هو جايب صفقات غاليه جدا وقويه جدا وكذا وكذا فهو لما هيلاقي الاهلي مقفل بشكل كويس هبقى عايز اطلع عشان اكسب فهعمل المساحات اللي الاهلي اللي موسيماني بيدور عليها علشان يروح بيها حاجة كمان انت النهارده لو ضغطت من الاول وعملت ضغط عالي وعملت دفاع عالي زيه هتفرق المساحات بتاع السرعات اللي عندهم دي هتعاني فيه صحيح انا الاحسن ان انا ضيق العب في مساحة قليلة تمام. واخليهم يجوا واستغل اللي في ظهرهم عشان اكسبه واحنا بنحضر للاخطاء اللي موجودة في خط الدفاع في خط الدفاع اللي يا كابتن فكان حد ممكن يجي يقول لك انه ده في كان في بداية المباراة وهم مندفعين الحالة دي اتكررت 7 مرات خلال المباراة في كل اوقات المباراه yeah. والهلال قبل ما يسجل والهلال بعد ما سجل والهلال هو كسبان 3 والهلال هو كسبان 4 والهلال هو كسبان 6 نقطه ضعف واضحه نقطه ضعف واضحه حتى بتتكرر بنفس الشكل في الدوري السعودي سبيسز والهاف سبيسز اللي موجوده هنا ما بين الاثنين السنتر باكس بص الراجل ده طالع مش ممسوك الراجل اللي ما بين قلبين الدفاع مش ممسوك الراجل هنا اللي موجود ما بين الباك ليفت والليفت سنتر باك مش ممسوك الاربعه اللي موجودين اللي رايحين على 6 لعيبه الاربعه مش ممسوكين دي اتكررت 7 مرات يمكن فريق الجزيره ما قدرش يسجل منها لكن معدل التهديف تمام. اللي بيستقبله الهلال في كل مباراته السنه دي بيقول لك ان المشاهده دي المشكله لم تعالج عموما يا رب كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه هي مباراه صعبه وكل حاجه ولكن في النهايه كل فريق له نقاط ضعفه ونقاط قوته كل فريق في العالم له هذا الامر وبالتالي شرحنا لحضراتكم كل نقاط القوه اللي موجوده في نادي الهلال وتتمثل في الخماسي الهجومي او الرباعي ومن وراهم كنو فبالتالي اما الناحيه الدفاعيه فعندنا او نادي الهلال عنده فيها مشاكل كثيره جدا جدا هنتكلم عليها وان شاء الله ان شاء الله نشوفها يوم السبت واكيد طبعا موسيماني درس الكلام اللي احنا بنتكلم فيه